قد نسبة اللي اكتشفتوهم متجاوزين؟ والله كثيرين، يعني احنا لغاية الشهر الماضي تجاوز العدد 185,000 متجاوز. شنو الإجراءات اللي اتخذتوها؟ طبعا احنا الإجراءات عندنا ما عندنا صلاحية فرض غرامات، نعم، ولكن نسترد كل الأموال من يوم تعيينه. افرضي انت راتب، هو مثلا او راتب تقاعدي، فمن يوم اللي استلم به هذا الراتب شقيت سنه سنتين ثلاثه 10 15، كل الاموال اللي اخذها تسترجع. طبعا طيب. تسترجع بالتقسيط من خلال ايقاف تعاملاته مع جميع دوائر الدوله اللي لم يقم بتسديد الاموال التي قام بالتجاوز عليها.